الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة هو الخرسانة سابقة الإجهاد، وبالذات الكاميرات الخرسانية سابقة الإجهاد. علشان نفهم الموضوع هنبدأ بالتحليل الإنشائي لكاميرا من الخرسانة العادية ذات قطاع مستطيل معرضة لأحمال ينتج عنها عزوم انحناء مقدارها M. نتيجة لعزوم الانحناء بيتولد على القطاع المستطيل إجهادات ضغط مساوية لإجهادات الشد تساوي M على I في Y. إذا كانت مقاومة الضغط للمكعب القياسي للخرسانة المصنوعة منها الكاميرا تساوي 50 نيوتن على المليمتر المسطح مثلا، هتكون مقاومة الشد تقريبا مساوية لعشر مقاومة الضغط، أي 5 نيوتن على المليمتر المسطح. فينهار قطاع الكاميرا نتيجة لوصول إجهادات الشد في القطاع لقيمة مقاومة الشد للخرسانة، بينما لا تزال إجهادات الضغط مساوية لعشر قيمة مقاومة الضغط للخرسانة. أي أن العيب الرئيسي للكاميرات من الخرسانة العادية أننا لا نستفيد من مقاومة الخرسانة للضغط استفادة كاملة نتيجة لانهيار الخرسانة في الشد. من هنا كان الاتجاه إلى استخدام الخرسانة المسلحة. زي ما قلنا، عند وصول إجهادات الشد الناتجة من عزم الانحناء M إلى قيمة تساوي مقاومة الشد للخرسانة هتحدث تشرخات في منطقة الشد. لو أخذنا قطاع AA في منطقة الشرخ، نلاحظ أنه تتواجد خرسانة لمقاومة قوة الضغط الناتجة من عزم الانحناء، بينما يتم مقاومة قوة الشد عن طريق حديد التسليح كبديل للخرسانة التي لم يصبح لها تواجد، وتواصل الكاميرا مقاومتها لعزم الانحناء ككاميرا مركبة أو كومبوزيت بيم تتكون من مادتين: الخرسانة لمقاومة قوة الضغط الناتجة من عزم الانحناء، وحديد التسليح لمقاومة قوة الشد الناتجة من عزم الانحناء، وبذلك نتفادى تبعات انهيار الخرسانة في الشد، ونستطيع الاستفادة الكاملة من مقاومة الخرسانة في الضغط. باستخدام الخرسانة المسلحة استطعنا التغلب على العيب الرئيسي للخرسانة العادية، وهو ضعف مقاومتها للشد. إلا أننا نتقبل وجود عيب آخر مؤثر، وهو وجود تشرخات في منطقة الشد بالكاميرا. هذه التشرخات ينتج عنها أن عزم القصور الذاتي المتوسط للكاميرا اللي هو I effective يكون أقل من عزم القصور الذاتي للقطاع الفعلي للكاميرا I gross، لأن زي ما احنا عارفين أن عزم القصور الذاتي المتوسط للكاميرا هو عبارة عن قيمة متوسطة بين I gross و I crack، حيث I gross هو قطاع الكاميرا في المنطقة التي لا تتواجد بها تشرخات، وآي كراك هو قطاع الكاميرا في منطقة الشرخ. بمعنى آخر، أحد العيوب الرئيسية لاستخدام الخرسانة المسلحة هو وجود اختلاف بين القطاع الفعلي المصبوب للكاميرا والقطاع الفعال الذي يقاوم تأثير الأحمال. أيضا وجود التشرخات يحد من كفاءة استخدام الخرسانة المسلحة في المنشآت المائية مثل الخزانات، لأن الشروخ الناتجة من تجاوز قيمة إجهادات الشد لقيمة مقاومة الخرسانة في الشد قد تؤدي إلى تسرب المياه ووصولها لحديد التسليح، مما يتسبب في تآكله وبالتالي انهيار الخزان. لذلك فإن خزانات المياه طبقا للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية بيتم تصميمها بحيث لا تتجاوز إجهادات الشد في القطاعات المائية اللي هي الووتر سايد سيكشن قيمة مقاومة الخرسانة في الشد، مما يؤدي لكبر أبعاد تلك القطاعات. لتفادي العيوب الناتجة من وجود الشروخ بالخرسانة المسلحة،
تم اللجوء لما يعرف بالخرسانة سابقة الإجهاد. إيه هي بقى الخرسانة سابقة الإجهاد؟ الكاميرا الخرسانية سابقة الإجهاد هي كاميرا يتم تعريضها إلى قوة ضغط قبل التحميل بهدف تلافي حدوث إجهادات شد بالقطاعات الحرجة بعد التحميل، أو بهدف حدوث إجهادات شد تقل عن مقاومة الخرسانة للشد، وبالتالي نضمن الحصول على كاميرا خرسانية خالية من التشرخات يتم فيها الاستفادة الكاملة من القطاع الخرساني المصبوب. لو بصينا للكاميرا اللي قدامنا دي وافترضنا ان قوة الضغط تم تطبيقها في مركز القطاع، بيكون توزيع الإجهادات كما يلي: توزيع منتظم لإجهادات الضغط الناتجة من قوة الضغط الموجودة في مركز القطاع اللي هو minus P over A، توزيع خطي للإجهادات على القطاع نتيجة عزم الانحناء M الناتج من الأحمال التي تتواجد على الكاميرا، بحيث تكون إجهادات الشد القصوى M على I في Y bottom اللي هي M على Z bottom، وإجهادات الضغط القصوى minus M على Z top، حيث Z bottom و Z top هما قيمة معامل القطاع section modulus اللي هو I على Y. المفروض ان مجموع الإجهادات الناتجة من قوة سبق الإجهاد والإجهادات الناتجة من العزوم الناتجة من الأحمال في أسفل القطاع إما تكون ضغط أو تكون صفر أو تكون قيمتها إجهادات شد أقل من مقاومة الخرسانة للشد. كذلك المفروض إن إجهادات الضغط القصوى لا تزيد عن مقاومة الخرسانة في الضغط. مكان قوة الضغط في مركز ثقل القطاع ليس هو المكان الأمثل. لو طبقنا قوة الضغط بحيث يكون لها لا مركزية أو إكسنتريستي قيمتها E عن مركز القطاع، بيكون التأثير الكلي لقوة سبق الإجهاد عند مركز القطاع عبارة عن قوة ضغط P وعزم انحناء PE. عزوم الانحناء الناتجة عن قوة سبق الإجهاد تتسبب في إجهادات ضغط في الجزء من قطاع الكاميرا الذي تتسبب فيه عزوم الانحناء الناتجة من الأحمال عن إجهادات شد، وبالتالي فإن وجود قوة سبق الإجهاد بعيدا عن مركز ثقل القطاع وفي المنطقة من الكاميرا المعرضة لإجهادات شد من العزوم الناتجة من الأحمال يعظم الاستفادة من قوة سبق الإجهاد ويتيح لنا تخفيض قيمتها، لأن أصبح لها فائدة مزدوجة إن هي عبارة عن قوة وعزم. يبقى نقدر نقول the optimum location of the pre-stressing force is far from the CG of the cross section at the side of the beam where the bending moments due to loads result intention. فبالنظر للكاميرا الموجودة قدامنا هنجد ان قوة سبق الإجهاد موجودة بعيدا عن مركز القطاع بينتج عنها إجهادات ضغط منتظمة على القطاع minus P over E، بينتج عنها عزوم انحناء تتسبب في إجهادات ضغط في أسفل القطاع وإجهادات شد في الجزء الأعلى من القطاع معاكسة لإجهادات الضغط والشد الناتجة من الأحمال.
دلوقتي هنتكلم عن كيفية الحصول على كاميرا خرسانية سابقة الإجهاد، وكذلك عن أنظمة سبق الإجهاد أو Systems of Pre-Stressing. بيتم تطبيق قوة سبق الإجهاد على الكاميرا الخرسانية، وهي زي ما اتفقنا قوة ضغط، عن طريق شد كابلات من الحديد موجودة داخل الكاميرا كما هو موضح باللون الأحمر في الشكل الموجود أمامنا. زي ما هنعرض بعد قليل، قوة الشد الموجودة في كابلات الحديد ستتحول إلى قوة ضغط على الكاميرا الخرسانية. يبقى the pre-stressing force is introduced to the concrete member by tensioning steel cables or tendons. بيتم تقسيم الكاميرات الخرسانية سابقة الإجهاد إلى نوعين: الكاميرات سابقة الشد pre-tensioned beams، بيتم فيها شد الكابلات الحديدية قبل صب الخرسانة. الكاميرات لاحقة الشد post-tensioned beams، بيتم فيها شد الكابلات بعد صب الخرسانة في الكاميرا ووصولها إلى المقاومة المطلوبة. للحصول على كاميرا خرسانية سابقة الشد pre-tensioned beam هناك ثلاث مراحل. نمرة واحد، بيتم شد الكابلات الحديدية قبل صب الخرسانة، حيث يتم صب حائطين من الخرسانة المسلحة بطول يستوعب العمل في عدد من الكاميرات في وقت واحد. بنربط الكابل الحديدي في أحد الحائطين، ثم نشده بقوة الشد المطلوبة من ناحية الحائط المقابل، ثم نربط الكابل لمنع عودة الكابل لطوله الأصلي، أي لمنع زوال قوة الشد بالكابل. المرحلة الثانية، بيتم صب الخرسانة في الشدة المخصصة للكاميرا. المرحلة الثالثة، ننتظر حتى تشك الخرسانة وتصل إلى المقاومة المطلوبة، ثم يتم قص الكابل من الناحيتين. فنتيجة التماسك بين الكابل والخرسانة، فإن الخرسانة تمنع الكابل من العودة لطوله الأصلي، وبالتالي فإن الاستطالة الحادثة بالكابل تستمر موجودة، وبالتالي تظل قوة الشد بالكابل كما هي، وتنتقل تلك القوة إلى الخرسانة كقوة ضغط، أي أن ما يولد الضغط في الكاميرا الخرسانية هو أن التماسك بين الخرسانة والحديد يمنع الكابل من العودة إلى طوله الأصلي، فتتولد قوة الضغط على الكاميرا الخرسانية. للحصول على كاميرا خرسانية لاحقة الشد أو Post Tension Beam هناك ثلاث مراحل. بيتم صب الكاميرا بالقطاع المطلوب وبداخلها فتحة أو Duct يأخذ شكل الكابل المطلوب، وفي الغالب يأخذ شكل الكابل شكل توزيع العزوم المتوقع على الكاميرا، بحيث تزداد قيمة اللامركزية E للكابل مع زيادة عزم الانحناء الناتج من الأحمال على الكاميرا، وذلك لتزداد الاستفادة من عزم الانحناء المتولد من قوة سبق الإجهاد. فكلما زاد عزم الانحناء الناتج من الأحمال، زادت قيمة لامركزية الكابل E، وبالتالي زاد عزم الانحناء المعاكس المتولد من قوة سبق الإجهاد. نمرة 2، بيتم إدخال الكابل في الدكت بعد وصول الخرسانة للمقاومة المطلوبة، مع تثبيت الكابل في أحد جانبي الكاميرا وشده من الجانب الآخر. هذا التثبيت يتم بواسطة لوح من الحديد وألاوز.
نمرة 3، بعد الوصول لقيمة قوة الشد المطلوبة في الكابل بيتم تثبيت الكابل في الجانب الذي تم منه الشد بواسطة لوح آخر من الحديد وألاوز لضمان بقاء الاستطالة بالكابل وبالتالي الحفاظ على قوة الشد بالكابل. عدم عودة الكابل لطوله الأصلي يؤدي إلى أن لوحي الحديد على جانبي الكاميرا يضغطان على الكاميرا لتوليد قوة سبق الإجهاد المطلوبة أو قوة الضغط المطلوبة. يبقى نقدر نبص للموضوع على إن إحنا عندنا external compression force applied to the beam. زي ما إحنا شايفين في السلايد اللي قدامنا دي. نقدر نلخص موضوع سبق الإجهاد كالتالي. عندنا كابل من الحديد بنسميه تندون طوله الأصلي L نوت، بنشده فيصبح طوله L، وبالتالي تكون الاستطالة الحادثة له دلتا L تساوي L ناقص L نوت، ويكون الانفعال إبسلون يساوي دلتا L على L نوت، وبالتالي يكون إجهاد الشد المتولد بالكابل FPS يساوي إبسلون ES، حيث ES هو معاير المرونة للحديد يانجس مودولس أوف ستيل، وتكون قوة الشد المتولدة في الكابل P تساوي FPS في APS، حيث APS هي مساحة مقطع الكابل. نوعية الحديد المصنوعة منه الكابلات هو حديد فائق المقاومة، بيكون منحنى الإجهاد الانفعال له اللي هو الستريس ترين كيرف لي كما هو موضح بالشكل، ليس له ويل ديفايند ييلد بوينت مثل الحديد عادي المقاومة. فبنعرف للحديد فائق المقاومة إجهاد خضوع اعتباري بروف سترينث كما هو موضح بالشكل. في معظم أنواع الحديد فائق المقاومة بتكون قيمة إجهاد الخضوع الاعتباري FP yield في حدود 1700 نيوتن على المليمتر المسطح، وتكون قيمة إجهاد الكسر FP ultimate حوالي 2000 نيوتن على المليمتر المسطح. بنلاحظ هنا إن الحديد عادي المقاومة بيكون ليه إجهاد خضوع 240 نيوتن على المليمتر المسطح، يعني الحديد فائق المقاومة له إجهاد خضوع حوالي 7 مرات قيمة إجهاد الخضوع للحديد عادي المقاومة. والسبب في اللجوء للحديد فائق المقاومة في تصنيع الكابلات هو أننا نريد استخدام كابل ذو مساحة صغيرة. هذه المساحة الصغيرة بتتيح لنا سهولة التعامل مع الكابل أثناء عملية الشد، ولا تتسبب في استهلاك جزء كبير من مساحة مقطع الكاميرا سابقة الإجهاد. زي ما احنا عارفين قوة الشد بتساوي مساحة الكابل في الإجهاد المسموح به في الكابل، فكلما زادت قيمة الإجهاد المسموح به في الكابل قلت مساحة الكابل. طيب الإجهاد المسموح فيه في الكابل اللي هو FPS بيساوي كام؟ الإجهاد المسموح به في الكابل هو القيمة الأقل من 0.8 FP yield أو 0.7 FP ultimate، وذلك طبقا للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية. التحليل والتصميم الإنشائي للكاميرات سابقة الإجهاد بيتم على مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى التحليل والتصميم الإنشائي تحت تأثير أحمال التشغيل Working Loads، والهدف من هذه المرحلة هو ضمان أن الكاميرا سابقة الإجهاد لن تزيد فيها إجهادات الشد عن الحدود المسموح بها،
وبالتالي لن تحدث بالكاميرا تشرخات في منطقة الشد. وهنا هنقول ملحوظة أننا في بعض الأحيان نسمح بوجود تشرخات في الكاميرات سابقة الإجهاد، أي نسمح بأن تتجاوز إجهادات الشد قيم مقاومة الشد للخرسانة، ونطلق على هذا النوع سبق الإجهاد الجزئي أو partial pre-stressing، وله بعض الفوائد والاستخدامات، ولكن هذا النوع خارج نطاق الجزء المخصص للكورس بتاعنا. يبقى احنا هنركز على الكاميرات التي لا يحدث بها تشرخات تحت تأثير أحمال التشغيل. المرحلة الثانية لتصميم وتحليل الكاميرات سابقة الإجهاد هي التحليل والتصميم الإنشائي تحت تأثير الأحمال القصوى الـ Ultimate Loads. زي ما احنا عارفين الأحمال القصوى تساوي أحمال التشغيل مضروبة في معاملات الأحمال أو اللود فاكتورز. وفي هذه المرحلة نضمن عدم انهيار الكاميرا سابقة الإجهاد إذا ما تعرضت للأحمال القصوى، وده هنشرحه بالتفصيل لاحقا. أي أننا في مرحلة التشغيل نضمن عدم حدوث تشرخات بالكاميرا سابقة الإجهاد، بينما في مرحلة الأحمال القصوى بنضمن عدم الانهيار الكلي للكاميرا. هنبدأ بالتحليل والتصميم الإنشائي تحت تأثير أحمال التشغيل. قوة سبق الإجهاد التي يتم تطبيقها على الكاميرا بتقل مع الزمن نتيجة حدوث الفقد أو اللوسس. الاستطالة الحادثة بالكابل بينتج عنها انفعال، وبالتالي إجهاد يترجم إلى قوة شد بالكابل وقوة ضغط على الكاميرا الخرسانية. على ذلك فإن أي نقص في قيمة الاستطالة المبدئية للكابل بينتج عنها نقص في قيمة قوة سبق الإجهاد. إذن لابد من معرفة قيمة الفقد المتوقع حدوثه لقوة سبق الإجهاد حتى نستطيع تقدير قوة سبق الإجهاد الواجب تطبيقها على الكاميرا قبل حدوث الفقد. هنعرف دلوقتي 3 قيم لقوة سبق الإجهاد، وإحنا كمهندسين إنشائيين بنهتم منهم بقيمتين فقط. القوة التي تنتج من الجاك اللي بنشد بيها الكابلات بنسميها بي جاك أو بي جي، وهي لأمور تخص نوعية الجاك وطريقة ربطها بالكابل بيصل منها للكابل قيمة أقل قليلا تسمى بي آي أو الانيشيال بري ستريسنج فورس. بي جاك دي ما بتهمناش قوي، اللي بيهمنا احنا وصل لنا منها قد ايه، وده بنقدر نعرفه بنسميه بي انيشيال. قيمة قوة سبق الإجهاد الابتدائية اللي هي الانيشيال بري ستريسنج فورس بتقل مع الزمن نتيجة حدوث التايم ديبندنت لوسز، والقيمة الموجودة بعد حدوث الفقد هنسميها البي افكتيف أو قيمة قوة سبق الإجهاد الفعلية أو المؤثرة، وهي تثبت بعد مرور حوالي سنة من التطبيق الابتدائي. الفقد في قيمة قوة سبق الإجهاد الابتدائية بيحدث لأسباب كثيرة، أهمها الفقد في طول الكابل نتيجة الانكماش الشرينكج ونتيجة للزحف الكريب. ايه الفقد اللي بيحدث نتيجة للانكماش وللزحف؟ الانكماش هو النقص في حجم الكاميرا وبالتالي في طولها نتيجة حدوث فقد في جزء من مكونات الخلطة وهو ماء الخلط نتيجة للبخر. فنقص طول الكاميرا معناه نقص طول الكابل وبالتالي نقص مقدار الاستطالة الابتدائية.
أما الزحف أو الكريب فهو استمرار تشكل العنصر الخرساني مع الزمن تحت تأثير قوة ثابتة. نقدر نقول إن قوة الضغط الناتجة من سبق الإجهاد بتسبب انضغاط في الكاميرا ازداد مع الزمن. هذا الانضغاط يؤدي لنقص طول الكاميرا وبالتالي نقص طول الكابل، مما يتسبب في نقص الاستطالة الابتدائية. إذن النقص في الاستطالة الابتدائية نتيجة لكل من الانكماش والزحف يؤدي لفقد جزء من قيمة قوة سبق الإجهاد الابتدائية والوصول لقوة أقل تسمى قوة سبق الإجهاد الفعلية أو المؤثرة P-effective. هناك معادلات لحساب جميع أنواع اللوسز، وده خارج نطاق الكورس بتاعنا، ولكن اللي يهمنا هو إن نسبة الفقد في قيمة قوة سبق الإجهاد الابتدائية اللي هنسميها فاي، ودي حاجة هتكون معلومة لينا. منها بنقدر نجيب قيمة قوة سبق الإجهاد الفعلية P-effective. يبقى P-effective تساوي 1 ناقص فاي في P-initial. بعد ما عرفنا قيمة قوة سبق الإجهاد الابتدائية P-initial وقيمة قوة سبق الإجهاد الفعلية المؤثرة P-effective ونسبة الفقد في قيمة قوة سبق الإجهاد فاي، هنبدأ في التحليل والتصميم الإنشائي للكاميرا سابقة الإجهاد تحت تأثير أحمال التشغيل، حيث يوجد لدينا مرحلتان وهما مرحلة نقل قوة سبق الإجهاد للكاميرا اللي هي الـ Add Transfer Stage ومرحلة الأحمال النهائية على الكاميرا اللي هي الـ Final Stage. المفروض إن الكاميرا تكون آمنة إنشائيا في المرحلتين. هنفترض إن شكل وأبعاد القطاع الخرساني للكاميرا معلومة، وكذلك أن لا مركزية الكابل اللي هي الإكسنتريستي أوف ذا كيبل معلومة، هنقدر نطبق معادلات حساب الإجهادات كالآتي. في الـ Add Transfer Stage، مرحلة نقل قوة سبق الإجهاد للكاميرا، تكون فيها القوة المؤثرة على الكاميرا الـ Initial Pre-Stressing Force P-Initial ووزن الكاميرا الـ Own Weight of the Beam. F-Top هتساوي minus P-Initial على A plus P-Initial E على Z-Top minus M Own Weight على Z-Top. ده المفروض يكون أقل من أو يساوي FTI. F-Bottom تساوي minus P-Initial على A minus P initial في E على Z bottom plus M on weight على Z bottom. ده المفروض يكون أقل من أو يساوي FCI. FTI و FCI هما إجهادات الشد والضغط المسموح بها في الخرسانة في مرحلة نقل القوة للكاميرا. لاحظ إن في مرحلة نقل قوة سبق الإجهاد للكاميرا بنخاف من حدوث شد في الجزء العلوي من القطاع. بعد كده الـ Add Final Stage اللي هي مرحلة التحميل النهائية للكاميرا، تكون فيها الكاميرا معرضة لقوة سبق الإجهاد الفعلية المؤثرة P-Effective وهي تساوي P-Initial في 1 ناقص فاي، وإلى وزنها وبقية الأحمال الميتة والأحمال الحية. هنطبق معادلات حساب الإجهادات على قطاع الكاميرا. هيبقى F top يساوي minus P effective على A plus P effective في E على Z top minus M total على Z top. ده المفروض يكون أقل من أو يساوي FC effective. F bottom هيساوي minus P effective على A minus P effective في E على Z bottom plus M total على Z bottom. ده المفروض يكون أقل من أو يساوي FT effective. FC effective و FT effective
هما قيم إجهادات الضغط والشد المسموح بها في الكاميرا في مرحلة التحميل النهائية. بنلاحظ إن في مرحلة التحميل النهائية بنخاف من حدوث شد يزيد عن إجهادات الشد المسموح بها في الجزء الأسفل من القطاع. يبقى المفروض إن قوة سبق الإجهاد الآمنة تحقق إجهادات أقل من الإجهادات المسموح بها في كل من مرحلة نقل قوة سبق الإجهاد للكاميرا ومرحلة التحميل النهائية للكاميرا. ما هي الإجهادات المسموح بها في الخرسانة في كل من مرحلة نقل قوة سبق الإجهاد للكاميرا ومرحلة التحميل النهائية؟ أولا، مرحلة نقل قوة سبق الإجهاد للكاميرا اللي هي Add Transfer Stage، لو افترضنا أن مقاومة الخرسانة للضغط في اليوم اللي بتنتقل فيه قوة سبق الإجهاد للكاميرا هنسميها FCUI، فإن أقصى إجهادات ضغط مسموح بها في نهايتي الكاميرا بتساوي 0.55 FCUI، وأقصى إجهادات ضغط مسموح بها في أي مكان آخر بالكاميرا بخلاف النهايتين 0.48 FCUI. أقصى إجهادات شد مسموح بها في نهايتي الكاميرا 0.44 جذر FCUI، وأقصى إجهادات شد مسموح بها في أي مكان آخر بخلاف النهايتين 0.22 جذر FCUI. مرحلة التحميل النهائية تكون أقصى إجهادات ضغط مسموح بها نتيجة قوة سبق الإجهاد الفعلية P-Effective ومعها الأحمال الموجودة بصفة دائمة على الكاميرا 0.35 FCU، حيث FCU مقاومة الضغط للخرسانة بعد 28 يوم. وأقصى إجهادات ضغط مسموح بها نتيجة قوة سبق الإجهاد الفعلية P-Effective ومعها كل الأحمال المتوقعة على الكاميرا هتساوي 0.4 FCU، بينما أقصى إجهادات شد مسموح بها تعتمد على تصنيف المنشأ الموجود به العنصر الخرسان. الحالة A أو كيس A لا نسمح فيها مطلقا بأي إجهادات شد ويطلق على العنصر Fully Pre-Stressed Member. في الغالب دي بتكون عناصر القسم الرابع المعرضة لعوامل مؤكسدة قد تسبب صدأ حديد التسليح. الحالة B أو كيس B بنسمح بها فيها بإجهادات شد تصل إلى الكراكنج سترينس بتاعة الخرسانة اللي هي FCTR اللي هي بتساوي 0.6 جذر FCU، ودي بتكون لعناصر القسم الثالث المعرضة لعوامل ضارة مثل الخزانات وخلافه. عندنا أيضا كيس C وكيس D، وفيهم بنسمح بزيادة إجهادات الشد عن 0.6 جذر FCU، ولكن ده خارج نطاق الكورس بتاعنا. يبقى بنلاحظ إن كيس B بنوصل بإجهادات الشد للكراكنج سترينث، لكن ما زلنا مفترضين عدم وجود تشرخات في العنصر الخرسان. هنشوف دلوقتي مثال بيوضح كيفية التحليل والتصميم الإنشائي لكاميرا خرسانية سابقة الإجهاد لاحقة الشد Pre-Stressed Post-Tensioned Beam. الشكل الموضح أمامنا بيبين مسقط أفقي لصالة بيتم تغطيتها بكاميرات سابقة الإجهاد بحرها 22 متر كبديل لتغطية تلك الصالة بإطارات من الخرسانة المسلحة. الكاميرات سابقة الإجهاد هترتكز من الجانبين على كاميرات خرسانية ترتكز بدورها على أعمدة. ارتكاز الكاميرات سابقة الإجهاد على الكاميرات الخرسانية بيكون من خلال ركائز مطاطية بنسميها Elastomeric Bearings.
قطاع الكاميرا سابقة الإجهاد هو I section بالأبعاد الموضحة، والأحمال على الكاميرا هي وزنها وأحمال إضافية ميتة superimposed dead load تساوي 4 كيلو نيوتن على المتر الطولي، وأحمال حية تساوي 18 كيلو نيوتن على المتر الطولي. الحديد المصنوع منه الكابلات له إجهاد خضوع 1700 نيوتن على المليمتر المسطح، وإجهاد كسر بيساوي 2000 نيوتن على المليمتر المسطح. مقاومة الخرسانة للضغط عند نقل قوة سبق الإجهاد إليها تساوي 30 نيوتن على المليمتر المسطح، اللي هي بنسميها FCUI، بينما مقاومة الضغط للخرسانة بعد 28 يوم اللي هي FCU هتساوي 40 نيوتن على المليمتر المسطح. الغطاء الخرساني للكابلات 100 ملي اللي هو الكونكريت كفر، وتم تقدير قيمة الفقد في قوة سبق الإجهاد الابتدائية اللي هي اللوسز بنسبة 15%. ايه المطلوب؟ المطلوب تقدير قيمة قوة سبق الإجهاد في الترانسفير ستيج، في مرحلة نقل القوة. ثانيا، حساب كمية الحديد المستخدم في الكابل. ثالثا، حساب الإجهادات على قطاع الكاميرا الحرج في مرحلة التحميل النهائية. في مرحلة التحميل النهائية الخطوة الأولى في الحل هي حساب خواص القطاع والإجهادات المسموح بها في مرحلة نقل القوة للكاميرا. خواص القطاع اللي بتهمنا هي مساحته وعزم القصور الذاتي I وواي توب وواي بوتوم اللي هم هيساووا بعض نتيجة لأن القطاع متماثل، وبالتالي نقدر نحسب منهم زد توب وزد بوتوم. وزن الكاميرا الاون ويت هيساوي جاما كونكريت في A اللي هو هيطلع 10 كيلو نيوتن على المتر الطولي. FCI وFTI بنحسبهم من القيم المعطاة في الكود. ونبدأ في الخطوة الثانية وهي حساب قيمة قوة سبق الإجهاد الابتدائية P initial. زي ما تم التوضيح سابقا، في مرحلة الترانسفير بتتعرض الكاميرا لوزنها بالإضافة إلى قوة سبق الإجهاد الابتدائية. العزم الناتج من وزن الكاميرا M on weight هيساوي WL سكوير على 8، ولا مركزية الكابل E هتساوي Y bottom ناقص الكفر هتطلع ب 500 ملي. بعد ذلك هنطبق في معادلات حساب الإجهادات على الكاميرا المعادلة الأولى، وهي خاصة بحساب أقصى إجهاد ضغط يتعرض له القطاع في مرحلة نقل القوة. F bottom تساوي minus P initial على A minus P initial في E على Z bottom plus M on weight على Z bottom. احنا عندنا F bottom، والمجهول الوحيد في هذه الكاميرا هو قوة سبق الإجهاد الابتدائية. منها بنطلع PI1 بتساوي 2993 كيلو نيوتن. 2993 كيلو نيوتن هو قوة سبق الإجهاد التي تصل بالإجهادات أسفل القطاع لأقصى قيمة مسموح بها. بعد كده F top هتساوي minus P initial على A plus P initial في E على Z top minus M on weight على Z top. منها بنطلع P initial 2 هتساوي 4281 كيلو نيوتن. يعني لو حطينا على الكاميرا قوة سبق إجهاد تساوي 4281 كيلو نيوتن هتصل الإجهادات في أعلى القطاع
إلى أقصى إجهادات شد مسموح بها في مرحلة نقل القوة. القيمة الأصغر منهم هي القيمة التي تجعل الكاميرا آمنة في مرحلة الترانسفير اللي هي 2993 كيلو نيوتن، لأن احنا لو خدنا 2993 كيلو نيوتن دي حطناها في المعادلة الثانية هتطلع F top safe. الخطوة الثالثة هي حساب كمية الحديد المستخدم في الكابلات. The allowable pre-stressing stress at transfer بتكون القيمة الأصغر من 0.7 FP ultimate أو 0.8 FP yield، فتطلع القيمة الأصغر من دول 1360 نيوتن على المليمتر المسطح، ومنها نحسب APS اللي هو كمية الحديد المستخدم في الكابلات يساوي P initial على allowable pre-stressing stress at transfer، تطلع 2200 مليمتر مسطح. أخيرا بنحسب الإجهادات في مرحلة التحميل النهائية stresses at the surface load stage. في مرحلة التحميل النهائية بتكون الأحمال الموجودة على الكاميرا هي وزنها والسوبر امبوز ديد لود واللايف لود، ودول بيدولنا W total. بنحسب منها M total في القطاع الحرج تساوي WL square على 8، وبعدين بيبقى عندنا ايضا الافكتف بري ستريسنج فورس اللي هي 1 ناقص اللوسز في P initial. هنحسب F top minus P effective على A plus P effective في E على Z top minus M total على Z top، تطلع F top ب minus 11.51 نيوتن على المليمتر المسطح. دي أقل من F C effective اللي هي ناقص 16 نيوتن على المليمتر المسطح اللي هي 0.4 FCU. F bottom بتساوي minus P effective على A minus P effective في E على Z bottom plus M total على Z bottom، طلع ان F bottom minus 1.21 نيوتن على المليمتر المسطح، يعني مفيش اي اجهادات شد هتظهر على في القطاع في مرحلة التحميل النهائية، وبالتالي الكاميرا آمنة في مرحلة التحميل النهائية لأن هي fully pre-stressed beam، يعني مش المفروض يظهر فيها أي إجهادات شد.